جالاكسي سي 24 يدخل اليوم في معركة الأرقام مع شاومي 14 برو، أحد أقوى الأجهزة في الساحة، الأخير والذي يتوفر عالمياً قريباً خلال أيام. هذه مقارنة سريعة بين جالاكسي سي 24 ألترا وشاومي 14 برو. رقم تيفي. أولاً التصميم والمصنعية. يستعرض شاومي 14 برو مصنعيته الزجاجية في الظهر والأمام مع زوايا دائرية وظهر مطفي. الإطار من الألومنيوم، لكن شاومي تقدم نسخة خاصة من التيتانيوم لصلابة أكثر. هاتف سامسونج بدوره جاء بمصنعية زجاجية لكن أكثر صلابة من نوع غوريلا جلاس. الملمس مطفي مع إطار من التيتانيوم على عكس شاومي. الزوايا في إس ألترا حادة أكثر من الأمام. شاومي يقدم شاشة منحنية الأطراف، بينما 24 ألترا هذه المرة قدم شاشة مسطحة بالكامل لتجربة أفضل مع القلم، وكلاهما يدعمان مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68. في الأمام، S24 Ultra يستعرض شاشة بأبعاد كبيرة مسطحة بثقب الكاميرا في المنتصف وحواف شبه منعدمة. شاومي 14 برو بنفس الطريقة، بثقب الكاميرا في الأعلى وحواف منحنية قليلة لتسهيل الاستخدام. كلا الهاتفان بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة مع اختلاف النوع. شاومي 14 برو بمستشعر بصمة بصري، وS Ultra بمستشعر ألتراسونيك ثلاثي الأبعاد أكثر دقة وسرعة. في الخلف، يقدم شاومي 14 ألترا نافذة كاميرات ضخمة هي أول ما يثير انتباه أي شخص في أول نظرة للجهاز. النافذة مربعة ومحاطة بإطارات من الألومنيوم، غير موجود في أي هاتف على الساحة، تضيف لمسة تميز للجهاز. داخل النافذة ثلاث عدسات وفلاش ليد ومستشعر إنفراريد. في جالاكسي S24 ألترا لا توجد نافذة مجمعة للعدسات. العدسات الأربع موضوعة على الظهر وبارزة قليلا، بالإضافة لفلاش ليد ومستشعر ليزر. تجربة الاستخدام والعملية في الحياة اليومية تذهب مباشرة لشاومي 14 برو. الهاتف أقصر وأقل عرضاً وأنحف من S24 ألترا، حتى أنه أخف وزناً بفرق واضح عن منافسه. الأبعاد الكبيرة في S ألترا تجعله موجه لأصحاب الأعمال والمشاريع، من يفضلون إنجاز المهام على هاتفهم الذكي. لمعلومات أكثر إليكم الجدول التالي. ثانياً الشاشة. شاومي 14 برو يقدم لوحة أموليد مقاس 6.73 إنش بدقة QHD+ وكثافة 522 بكسل في كل إنش، مع دعم لتقنية LTPO لمعدل تحديث متغير تلقائياً حتى 120 هيرتز للحفاظ على الطاقة. أفضل ما في الشاشة ليس الجودة العالية أو معدل التحديث المتغير، بل السطوع الذي يصل في الحالة القصوى إلى 3000 شمعة، ما يجعل تجربة مشاهدة الأفلام والمسلسلات ممتعة بالألوان الحقيقية حتى في الأوساط الخارجية. الشاشة تدعم تقنيتي HDR10+ ودولبي فيجن لتعزيز تجربة المشاهدة مع خدمات بث الأفلام التي تدعم هذه التقنية. تدعم أيضا ميزة Always On Display لرؤية المعلومات الأساسية حتى عند إغلاق الشاشة، وقامت شاومي بتعزيزها بطبقة حماية خاصة من صنعها. S24 Ultra يقدم شاشة AMOLED Dynamic 2X الخاصة بها بمقاس 6.8 إنش بدقة QHD+ وكثافة 500 بكسل في كل إنش، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هيرتز. الشاشة تقدم درجة سطوع عالية تصل إلى 2600 شمعة، لكن لازال شاومي 14 برو يفوز، وتدعم تقنية HDR10+ وميزة Always On Display. وإليكم تفاصيل مواصفات الشاشة. ثالثاً الأداء. شاومي 14 برو يعمل بالجيل الثالث من سناب دراجون 8، يأتي بثماني أنوية بتردد 3.3 جيجا هيرتز ومعمارية تصنيع 4 نانومتر. سيأتي برام 12 أو 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X بثلاث خيارات من سعة التخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت. في السوفتوير، قدمت شاومي واجهة تشغيلها الجديدة هايبر أو إس المبنية على أندرويد 14 الأحدث. واجهة المستخدم مشابهة بشكل كبير للواجهة السابقة ميو آي في التصميم والأيقونات، مع حجم خفيف على العتاد يجعل تنفيذ المهام والتصفح سريعا لدى المستخدم. عند توفر الجهاز في الأسواق العربية قد يخرج من العلبة بواجهة ميو آي 14 القديمة، لكن تحديث الواجهة الجديدة سيصل في أسرع وقت. S24 Ultra يعمل بنفس المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث بنسخة معدلة ومخصصة لأجهزة سامسونج للاستفادة من تردد أعلى. سيتوفر بخيار رام 12 جيجا بايت وعدة خيارات من مساحة التخزين 256 512 جيجا بايت و1 تيرا بايت. نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 الجديدة. الأخيرة قدمت مجموعة من خصائص الذكاء الاصطناعي المبهرة التي تقتصر على المستخدم مجموعة من المهام في استعمالات متعددة. شاهد مراجعتنا السريعة لـ S24 Ultra لمعلومات أكثر، وإليك تفاصيل العتاد الداخلي.
رابعاً الكاميرا إس ألترا جاء بعدسة رئيسية عالية الدقة 200 ميجا بكسل بفتحة واسعة 1.7 اف مع دعم للتثبيت البصري ومرفقة بحساس ليزر لتركيز تلقائي أعلى دقة، وتلتقط صور 24 ميجا بكسل في الوضع الافتراضي. يوجد عدسة تليفوتو 10 ميجا بكسل تدعم التقريب حتى 3 مرات بصرياً و30 مرة رقمياً مع دعم للتثبيت البصري، وعدسة تليفوتو جديدة بدقة 50 ميجا بكسل تدعم التقريب 5 مرات بصرياً، ويمكن الوصول حتى 10 إكس بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي و100 مرة رقمياً. تقول سامسونج إن التقريب 10 مرات في هذه العدسة أفضل بكثير من الجيل السابق الذي كان يضم عدسة تدعم 10 إكس بصرياً. العدسة الرابعة ألترا وايد للتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة 2.2 إف في الأمام، كاميرا 12 ميجا بكسل وفتحة 2.2 إف بدون حساسات مرفقة. قدمت شاومي مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة تتغير من 1.4 إف إلى 4.0 حسب أوضاع التصوير. ميزة كهذه ستمنح أوضاعاً مختلفة من التصوير وتعاملاً مع الإضاءة أفضل بكثير من الآيفون، كما تدعم التثبيت البصري. العدسة الثانية تليفوتو بفتحة 2.0 بدقة 40 ميجا بكسل للصور العادية تدعم التقريب 3 مرات بصرياً و70 مرة رقمياً، وتدعم أيضاً صور بورتري بدقة 50 ميجا بكسل مع دعم للتركيز التلقائي والتثبيت البصري. العدسة الثالثة ألترا وايد بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 2.2 إف، ويمكنك استعمالها كعدسة ماكرو بالقدرة على التقريب للأجسام حتى بعد 5 سنتيمتر. وفي الأمام كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل دون معلومات عن فتحة العدسة. معركة الأرقام تصب لمصلحة شاومي بشكل واضح، لكن جولة الكاميرات تحتاج لتجربة عملية في أرض الواقع لتحديد صاحب الكاميرا الأفضل، خاصة وأن S24 Ultra يعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي لنتائج أفضل. وإليكم تفاصيل الكاميرات. خامساً الصوت. الهاتفان يدعمان صوت السيريو. إس ألترا يستعمل سبيكر المكالمات كسماعة ثانية لصوت موجه أكثر للمستخدم، فيما شاومي 14 ألترا لديه سماعة ثانية في الأعلى لجودة صوت أعلى. كلا الهاتفان يأتيان بدون سماعات سلكية داخل العلبة، ويتم توصيل السماعات من منفذ USB-C. سادساً الاتصال. الهاتفان يدعمان شبكات الجيل الخامس، وكلاهما يدعمان تركيب شريحتين فيزيائيتين وشريحة إلكترونية. شاومي 14 برو يأتي بمستشعر إنفراريد غير موجود في هاتف سامسونج، يساعد المستخدم على التحكم بالأجهزة الذكية فقط عن طريق الهاتف. لتفاصيل أكثر إليكم الجدول التالي. سابعاً المميزات الإضافية، وهنا جاء الوقت ليضع S24 Ultra بطاقته الرابحة في كل مقارنة. قلم إسبان الضوئي. تجربة استخدام الهاتف بالقلم تختلف تماماً عن الاستعمال العادي. إنجاز المهام وتدوين الملاحظات يصبح أسرع وأسهل بشكل ملحوظ. نقطة أخرى يتميز بها الجهاز هي مستشعر ألتراسونيك لفتح الجهاز. أجهزة كثيرة أصبحت تعتمد البصمة المدمجة بالشاشة، لكن قليل جداً من يستعمل هذا المستشعر السريع والدقيق. مستخدم إس ألترا سيحظى أيضاً بتجربة DX التي تحول الهاتف لواجهة سطح المكتب. نقطة المميزات الإضافية تعطى بشكل كامل لسامسونج على حساب شاومي 14 برو الذي بقي متفرجاً في هذه الجولة. ثامناً البطارية والشحن. بطارية شاومي 14 برو بسعة 4880 ملي أمبير تدعم قدرة شحن صاروخية 120 وطاً. الرائع أن الشاحن السريع يأتي داخل العلبة، ولم تضطر لدفع رسوم إضافية لتستفيد من سرعة الشحن. شاومي تقول إن الهاتف يشحن كاملاً في 18 دقيقة. الهاتف يدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وطاً، تشحن الهاتف كاملاً في 40 دقيقة. وأخيراً الشحن العكسي بقدرة 10 وات. الشركة وصلت لسقف المواصفات في بطارية الهاتف وقدمت كل ما يحتاجه المستخدم الرائد. S24 Ultra يقدم بطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن سلكية تصل 45 وطاً، تستطيع شحن الجهاز كاملاً في غضون 65 دقيقة، والشحن لاسلكياً بقدرة 15 وطاً، وأيضاً الشحن العكسي بقدرة 4.5 وات. ومع الأسف ستضطر لشراء الشاحن منفصلا لأنه لا يأتي داخل الجهاز. تاسعا التوفير والسعر. شاومي 14 برو يبدأ سعره من 690 دولارا لنسخة 256 جيجا بايت، وسيتوفر باللون الأسود والأبيض والأخضر بالإضافة لنسخة التيتانيوم الخاصة باللون الرمادي. وجب الذكر أن سعر الجهاز المعروض هو فقط للسوق الصيني، من المحتمل أن يخرج الهاتف للسوق العالمي بسعر أعلى خلال الأشهر القليلة القادمة. جالاكسي S24 ألترا يتوفر باللون الأسود، الرمادي، الأصفر والأرجواني، ويبدأ سعره من 1411 دولارا للسوق القطري. قد يختلف السعر قليلا من منطقة إلى أخرى. لتفاصيل أكثر إليكم الجدول التالي.
كانت هذه مقارنة سريعة بين العملاق الصيني شاومي 14 برو والعملاق الكوري الجنوبي S24 Ultra. شاركنا رأيك بالأسفل في مكان التعليقات حول الأفضل من وجهة نظرك، وانتظروا مقارنتنا الشاملة للجهازين في حلبة تقنية. إلى اللقاء.